يغادر. طيب في السجدة يا سيدنا يقال إنجيل السامرية ونيافتك قلت لنا علشان دوت السجود بالروح والحق، أهمية السجود بقى في العبادة يا سيدنا، يعني يمكن كعمل برضو طقس من ضمن الأعمال العبادة ومن ضمن الطقس هو السجود، فنيافتك كنت قلت لنا قبل كده فرق بين الانحناء الحناء تعني التوبة. السجود لها يعني معاني كتير قوي، السجدة لها معنى كتير. أول حاجة بيلقي ما على كتفيه من أحمال قدام ربنا، أحمال، مسؤوليات، أخطاء، كل حاجة يطرحها أمام الله. لذلك فالسجدة عبادة، والسجدة توبة، والسجدة تواصل مع الله. فدي يعني فرايتز كتير، أو يعني حاجات تبدو مختلفة لكن بتكمل بعضها، مهمة جدا جدا الحقيقة. سجود في الانحناء هي توبة أو اعتذار، يعني انحناء زي العشار لم يشأ أن يرفع وجهه لكن أخضع رأسه وقرع صدره وقال اللهم ارحمني أنا الخاطئ، دي حالة توبة. السجود بقى بيعني التوبة مع العبادة مع الامتلاء من عمل الروح القدس، يعني لها أكثر من مجرد الانحناء يعني. والقيام بعد السجود ده قيام يا سيدنا، يعني فيما الواحد بيسقط أحيانا يقوم، له إمكانية القيامة. فعشان كده المطانية لها فاعلية قوية جدا في انتصار الإنسان على الخطية، لأن القيامة انتصار على الموت، والموت ناتج عن الخطية، فعشان كده بيعيش النصر على الخطية، ودي حاجة جميلة. المطانيات مهمة قوي. نعم، يعني في الليتورجيات بتاعتنا يعني السجود فيها السجود طبعا. وإكلينو مين تغناطة اللي بنقولها في الصوم، نحني ركبنا ثم نقوم ونحني ركبنا ثم نقوم ونحني ركبنا، يعني توبة مستمر، توبة مستمر وحياة انتصار وقيامة. ايوه مرسي يا سيدنا على المفاهيم الجميلة في عيش ابونا، ربنا يخليك. انجيل السامرية كالعادة بتفوت الحلقة بسرعة. ما بنحسش بيها الوقت، ما نيافتك حلو، تعيش لكل حلقة. تعيش سيدنا، شكرا ليك يا سيدنا، شكرا.